ترأس نائب الأول لمحافظة صلاح الدين إسماعيل خضير الهلوب الاجتماع الدوري للجنة الزراعية، وجرت مناقشة موضوع حل النزاحات للتجاوزات الحاصلة على بعض الأراضي الزراعية من قبل بعض المواطنين وفي مناطق مختلفة من المحافظة، وحسم قسم من الدعاوى بشكل قانوني وأصولي، ودعم الفلاح لتحسين وزيادة إنتاج المحاصيل الزراعية في المحافظة. طبعا هذا الاجتماع هو سلسلة من اجتماعات اللجنة الزراعية. اللجنة الزراعية طبعا قبل أحداث داعش نجحت كثيرا بإعداد أو نجحت نجاحا كبيرا بإعداد الخطط الزراعية وتنفيذها، وساهمت هذه الخطط بانتعاش القطاع الزراعي انتعاشا كبيرا وبالتالي انتعاش الاقتصاد في المحافظة. لكن للأسف بعد الأحداث الصعبة اللي مرت على المحافظة ودخول التنظيم والخراب والدمار الذي عم المحافظة وخصوصا القطاع الزراعي، تأثر كثيرا هذا القطاع، وأكاد أن أقول أن القطاع الزراعي تضرر أكثر من حتى قطاع النفط في المحافظة. معلوم جيدا أنه الزراعة والنفط في محافظة صلاح الدين هي احنا الرافدان الاساسيه للاقتصاد في المحافظه، واليوم احنا من خلال اجتماعاتنا هاي نعمل على اعاده يعني جدوله هذه الخطط وتقييم الاضرار وكيفيه التعامل مع الواقع الجديد او الاضرار التي اصابت القطاع الزراعي، وكيفيه الحصول على يعني تمويل من جهات مانحه دوليه و منظمات دولية ودول مانحة أو حتى من الموازنة العامة للدولة العراقية من أجل إعادة وإحياء الخطط الزراعية في المحافظة وتقديم الدعم اللازم لفلاحنا في محافظة صلاح الدين لإعادة إنعاش هذا القطاع المهم. عقدت اللجنة الزراعية العليا في محافظة صلاح الدين هذا اليوم اجتماعها الدولي في مقر اتحاد الجمعيات الفلاحية. حقيقة محور الاجتماع حول موضوع النزاعات وموضوع الإشكالات التي تحصل بين الفلاحين على الأراضي الزراعية وفي عموم أقضية المحافظة. هناك قرارات للجان الفرعية اللي موجودة بالمحافظة متخذة من قبل لجان فرعية، وهناك طعون بهذه القرارات، وقسم من عندها صدق من قبل اللجنة الزراعية والقسم الآخر تم تأجيله، وقسم من هذه القضايا يعني ارتأت اللجنة أن تكون زيارات ميدانية لهذه الأراضي والاطلاع على الواقع عن كثب وعلى أرض الواقع، ومنها حقيقة موضوع الحاصل في بحيرة الثرثار. وجه السيد النائب الأول للمحافظ رئيس اللجنة الزراعية بأن تكون زيارة ميدانية إلى هذه الأرض موضوع النزاع، واللقاء مع الأطراف المتنازعة لغرض حل النزاع وتبسيط الأمور. كما ناقش الاجتماع موضوع الخطة الزراعية لهذه السنة وموضوع حقيقة محصول زراعة الحنطة بهذا وأين وصلت مراحل تجهيز الفلاحين من السماد الكيميائي، وتطرقنا إلى بعض الأمور التي تخص العملية الزراعية في المحافظة.